قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة. وشدد مدبولي على أنه يجري العمل على حل أي مشكلة تطرأ خلال تطبيق هذه المبادرة، وكذلك تذليل أي عقبات قد تظهر من أجل نجاح واستمرار المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.